بصراحة كنت متوقع انك هتتعرض لهجوم، يعني نائب محمد ابو حامد بيمسك الاستمارة وبيوقع الاستمارة، ولا حضرتك انا مقتنع مهما يحصل ان انا مع هذا المطلب او مع هذه الحملة؟ هقول لحضرتك حاجة يا أستاذ أحمد. أنا في الحقيقة يعني يشرفني ويسعدني إن أنا وقعت على هذه الاستمارة، وحضرتك تعلم وإحنا يمكن اتكلمنا أكتر من مرة في حلقات حضرتك في الكام سنة اللي فاتوا دول في مناسبات متنوعة، يعني إن غالبا اللي بيهاجم المواقف الوطنية هم فئة معينة معروفة في المجتمع، ومعروف كويس جدا أن هذه الفئة لا تشغل بالها لا بمصلحة وطنية ولا بصالح الشعب المصري، وإنما هي طول الوقت هي فئة للمزايدة على كل ما هو وطني في هذا البلد. وفي الحقيقة يعني خلال السنوات الماضية من حكم الرئيس يمكن من وقت للتاني كان بتطلع حملات تحاول إنها تقلل من ما يتم إنجازه من إنجازات، أو ما يتم عمله سواء كان مشروعات أو إجراءات سواء داخليا أو خارجيا، ويمكن عشان يعني سيادة الرئيس والفريق اللي بيعمل معاه دي ناس بتشتغل ما كانوش يعني كل ما تطلع اي حاجات سلبية يردوا عليها، لكن في الحقيقة يعني آن الأوان انه الشعب اللي استرد وطنه في 30 يونيو انه يكمل ما بدأه. واحنا لما يعني جات المبادرة وزملائنا سواء في البرلمان الدكتور كريم او النائب شعبان او الزملاء اللي معاهم من الخارج اطلقوا علشان تبنيها، واحنا قلنا انه دي يعني فرصة انه يتم بشكل عملي تنشيط الرأي العام، وانه مواجهة الحملات اللي حضرتك تعلمها وبتتكلم عنها في برنامجك من وقت للتاني اللي بتحاول تقلل مما يتم انجازه واللي بتحاول تعمل تزوير للوعي وللرأي العام. احنا تعودنا طول الكام سنة اللي فاتت دي ان المصلحة الوطنية حيثما وجدت ونتأكد منها بنوجد، ولا نلتفت أبدا لأي هجوم ولا أي حملات بيعملها ناس خلاص ما بقوش مكشوفين لينا احنا بس، دول كمان مكشوفين لعموم الشعب. ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة قادمة وثانية هو واجب حتمي، لا يمكن انه يكون فيه غيره، ان شاء الله بإرادة ربنا أولا ثم به إرادة الشعب المصري اللي ظهرت في 30 يونيو وإرادته إنه يسترد وطنه، هتظهر كمان في الانتخابات الرئاسية، والشعب هيكلف الرئيس للمرة الثانية حتى يكمل ما بدأه من تثبيت أركان الدولة ومن استرداد الدولة المصرية وإعادة بنائها على كل الأصعدة وإعادة بناء العلاقات الخارجية المصرية بشكل استراتيجي بعيدا عن التبعية اللي كانت موجودة قبل 25 يناير، وبناء علاقات استراتيجية متوازنة مع كل القوى الكبرى الموجودة في العالم. يمكن احنا عشان بنشارك في بعض الأوقات في وفود وبنطلع ونشوف، احنا شفنا بعنينا قبل ما كان الرئيس يتولى المسؤولية وفي زياراته الأولى بعد تولي المسؤولية للخارج سواء نيويورك في الأمم المتحدة أو غيره، كانت مصر بينظر ليها ازاي، وازاي سنة بعد سنة هذه الدولة العريقة استردت مكانتها ومنزلتها واحترامها من دول العالم بعد فضل ربنا وإحسانه بشغل هذا الرجل وفريق العمل اللي بيشتغل معاه. لا احنا دلوقتي فعليا نواف في البرلمان، ولا مجال ان حد يزايد علينا في شيء انه احنا بنعمل دون لأي غرض. اولا حضرتك تعلم يقينا ان سيادة الرئيس له من الظهير الشعبي ما يغنيه عن اي ظهير سياسي، لكن هي الفكرة كلها ان في اليات سياسية بتتخذ عشان نحرك الرأي العام، ننشط الرأي العام، ننشط الذاكرة، واحنا عارفين كلنا ان كان في محاولات لمحاولة تغييب ما تم انجازه، وانا من الناس المؤمنة انه يكفي هذا الرجل وقفته في 30 يونيو ومساندته لإرادة الشعب وتحريرنا من جماعات الإرهاب اللي كانت بتتحكم في بلدنا. يمكن بس الناس اللي بتزايدك منها كانت قاعدة في بيتها وقت ما كان الإخوان بيحكمهم وقت ما كان بيهددوا كافة المقدسات الوطنية لبلدنا، فما هماش حاسين قوي يعني ان الدولة دي بعد ارادة ربنا وبعد نزول الشعب استردت لما القوات المسلحة وكان وزير الدفاع وقتها الرئيس عبد الفتاح السيسي سندوا الارادة الشعبية. احنا امنا بان بلدنا حررت بارادة شعب وبوقوف هذا الرجل مع الارادة الشعبية، واحنا معاه عشان نستكمل استرداد وطننا ومعاه عشان نستكمل بناء وطننا،
ولن نلتفت لأي حد يحاول يزايد علينا. متهيألي عندنا في تاريخنا بفضل الله ورحمته من المواقف الوطنية اللي سندنا فيها بلدنا، اللي بدون ذكر أسماء وحضرتك تعلمهم يعني، اللي بيحاولوا يزايدوا علينا دول كانوا قاعدين في البيت، ما كانوش موجودين في شارع ولا بيحاولوا يواجهوا الجماعات الإرهابية دي. اللي كان واقف شعب مصر الحقيقي، صح، ثم رجال القوات المسلحة، وهم دول اللي رفعوا الثمن، وهم دول اللي بيقدموا شهداء كل يوم. احنا ورا الرئيس، وان شاء الله قبلينا الشعب المصري، هو اللي ادانا جميعا شرعية، وهو اللي هيدي لسيادة الرئيس هذا التكليف للمرة الثانية عشان يكمل مبادئه ان شاء الله. بشكرك نائب محمد ابو حمد. ناخد كمان النائب امين مسعود. سيادة النائب مساء الخير، هل وقعت على الحملة ولا لا؟ الاول تحياتي لحضرتك.